فجأة توقف الفيل يوجهونه صوب اليمن فيقوم مهرولا، يوجهونه ناحية الشام فيطيع أوامرهم، يوجهونه شرقا فيتحرك دون مقاومة، يوجهونه صوب الكعبة فيبرك على الأرض. تنهال عليه السياط، لكنه يأبى النهوض ويكتفي بالنظر إلى السماء، وكأنه يناجي ربه أن ينقذه من محنته، ثم يسرح بمخيلته يذكر أيام الطفولة. فيل صغير ينظر باستغراب، وأمامه بشر يحفرون الأرض ثم يغطونها. لم يفهم المسكين ما يحدث إلا حين وجد نفسه عالقا وسط شباك كبيرة، والجموع تسير به إلى غرفة حجرية في قصر كبير. هناك دخل عليه رجل قصير القامة قميء اللون، تنحني له الجنود، ويبشره أحدهم أن أضخم فيل في الغابة صار ملكا له وجنديا من جنود أبرهة. كلمات أغضبت الفيل فجعل يهوي بخرطومه على الأرض ليأمر أبرهة جنوده بتأديبه، لكن ليس بالضرب بل بالجوع. جاع الفيل وانكسرت إرادته وضاعت حريته، حتى صار عبدا يأتمر بأمر سيده الذي من فك يدربه استعدادا لليوم الموعود. دربوه على مهاجمة البشر وتحطيم الحصون المنيعة، وكان يحصل على الطعام بقدر إتقانه لما يطلبه أبرهة. أبرهة هو والي أرض اليمن، عينه ملك الحبشة. جن جنونه لما سمع أن العرب تعظم الكعبة وتحج إليها، وأمر كبير مهندسيه ببناء معبد لا مثيل له على الأرض ليستبدل به العرب الكعبة. لكن يا مولاي، الكعبة هي البناء المعماري الوحيد الذي يرمز للمطلق المجرد الكلي، الذي لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. إنها لبساطتها تجرف من القلب كل النزوات والأوهام، لهذا يحبونها. هي رمز يا مولاي، يقولون إنها رمز لبيت الله. أمر أبرهة بقتل كبير مهندسيه وكلف غيره بالمهمة، فكان أن بني المعبد بناء شاهق قوي، أبوابه من الذهب وحجارته من الفضة، لكن أحدا لم ينزل به ولا حج إليه عربي واحد. سوف أهدم الكعبة، حينها لن يجد العرب مفرا من الحج إلى معبدي. قرع الطبول الحرب وسارت جيوش أبرهة، فلما لاحت مكة في الأفق أرسل إلى سيدها عبد المطلب بن هاشم، رجل ذو هيبة ووقار، يكلم رعيته باكيا أن تفرقوا في الجبال، فقد رأيت جيشا لا قدرة لأحد به. ثم وقف على باب الكعبة يدعو الله ويستنصره. خلت مكة من أهلها، وطوق جنود أبرهة الكعبة، وصدر الأمر للفيل بالهجوم.
فجأة توقف الحيوان وبرك على الأرض تنهال عليه الصياط، لكنه يأبى النهوض لكأنه يناجي ربه أن ينقذه من محنته. نهض واستدار، وإذا به يعدو نحو الصحراء، وكانت الطيور الأبابيل آنذاك قد غطت السماء تلقي بحجارتها لتقتل وتصيب جنود أبرهة. هلك الجيش وفر من استطاع، وأما أبرهة فقد أصيب ومات حين وصل إلى صنعاء.